السلام عليكم، مرحبا، معكم من تجريز في فيديو في شرح جديد. فيديو هذا باش نشرح فيه حدث عيد الأضحى. هنا باش نلقاو الحدث، لأن قلنا قم بتسجيل دخول عصر على الجواز، نعملو ريكلامي. لهنا شباب هما باش نراو شنيا الجواز بالضبط. هنا عنا المظلة، عنا الدروب، هذو ما جيست نلعبو مرة برك نتحصل عليه. لهنا ثم صندوق أسلحة، ثلاثة صناديق أسلحة، وقت نربحهم وقت نلعبو 20 ماتش. 20 ماتش يكونوا مع الكلان يا شباب، مع الجيلد متاعنا، مع القبيلة، معنا اللي ننتمي إليه. بعدين ثم الزلاجة وقنبلة متاع العطر، ثم 10 من التوكن هذايا اللي ممكن يكونوا راه حدث آخر. هذوما نتحصل عليهم وقت نلعبو 240 دقيقة يا شباب. وبعدين ثم صندوق أسلحة آخر، ثلاثة صناديق، معناها صندوق منه 90 جوهرة، ونربحوا عليهم أو نتحصلوا عليهم وقت نعملوا 40 كيل، 40 نقتلوا 40 شخص. ملاحظة شباب، لأن في 240 دقيقة هم تقريبا 4 سوايع، مش لازم نلعبهم كل ورا بعضهم، نجم نقسمه بيناتهم ودقائق تحسبه بطبيعة. لنا نعملو ريكلامي باش نلقاو المظلة هذه اللي ربحناها. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم يا شباب والشرح سهل. اذا كان عندك اي استفسار ولا اي تعليق اترك لنا بالتعليقات واحنا نجاوبك في اي وقت. السلام عليكم.